الاعلانات حمستني ان انا اعيش في كومباوند، مع اني مش عايش في كومباوند، انا عايش في مصر مش في ايجيبت، بس انا هعمل نفسي ان انا عايش في كومباوند. انتوا كمان عايزين تعيشوا في كومباوند؟ يلا نخد التجربه ونشوف هنعيش في الكومباوند ازاي. الحياه بدات هنا في الكومباوند ده، عملنا لك الجو المناسب اللي يخلي احلامك تجري وراك مش انت اللي تجري وراها، طورنا لك الطرق عشان توصل في ميعادك مهما كان عدد سكانها. هنا المناخ مختلف عشان تشم هوا نظيف في كل حتة. اهتمينا بالجناين والأراضي الخضراء، حتى نظام الري رهيب. في الكومباوند ده كل صغيرة معمول حسابها قبل الكبيرة. مجموعة ANG هنا مش هتلاقي الحياة خالص. ربنا يكفيكوا شر التافهة لما تشيجي تتكلم جد وتدي رأيها في حاجة، بس برضو في الآخر أنا جمهور، أنا متفرج، أنا ليا حق. انتوا نجحتوا بس شوهتوا سمعتنا أكتر ما هي متشوهة، مش هم مسمينا مفترين؟ أثبتوها. أستاذة غالية عبد الرازق في سيد العقارب، إحنا أصلا متعودين على جحودك، احنا استغربنا يا شيخ لما شفناك رومانسية، شمينا اكيد فيها حاجة. لولا احمد زاهر اللي انا اصلا كنت بعيط لما اشوفها من كتر الطيبة، بقول ياه البتش دي متربية قوي، طيبة قوي. ايه يا شيخة؟ ايه حبيبتش؟ ده انت في اعلى نسبة مشاهدة، افتريتش نسخة من ابوكي في البرنس. وعرش ربنا ما يا عمر يا بتاعت نصر الدسوقي، ده انا كنت فاكراكي البت البق اللي بتبهبر على الفاضي، بس قلبها زي البفته البيضة، بتطلع تطلع وتنزل على ما فيش. بس اخيرا اخيرا طلع لك كرامه في نعمل افوكادو وقررتش تاخدي حقك اخيرا. زينة في العتاوله، حتى انت يا سوسه بقى قتلالي واحد يا وليه يا مفتريه، وبتتصرفي ببراءه كده، براءه بين عليكي، عاملالي زي المتعوده جيفري دهمر العرب، كل يوم تسفيلك روحين كده على الريق. مفتريه بت مفتريه، روجينا في سر الهي، لا انا شلت ايدي منك من زمان، ده انت يا شيخه ملكه الكون، انت بقى حبيبتي تصفي جنب غدغود. بس بقول لكم ايه يا بنات، والله رفعتوا راسنا، رفعتوا راسنا مكيودات، مجرمات، بس رفعتوا راسنا. عارفين احساس اما تفتحوا اي سوشيال ميديا او تلفزيون او موبايل او يعني اي حاجه عامه قدامك وتحس ان هما بيكلموا عليك، لو انت قاعد لو أنا؟ بجد مسلسل على نسبة مشاهدة ومنجو أحيي يا جدعين، أنا بجد حسنا أنا بيتلقح عليا شوية، دوما جايبين التيك توكرز في البلد بقى إيه. بس جماعة والله العظيم في ناس حلوة، والله العظيم في ناس كويسة، والله بجد أنا معاكم موت، بجد هي فكرة جامدة موت، فكره جامده الطرش الطرش، والفكره ان هي واقع، هي بجد حرفيا هي بجد بتحصل، احنا كلنا بنشوفها. سقف اللي هو يب ذاتس مي، انا تيك توكر. ايوه انا تيك توكر. فكره ان انا كان في يوم من الايام كنت قلت انا بقى تيك توكر، انا هطلع اعمل تو هي بتعمل فيديوهات، بس هو بجد انا عارفه ان كده كان في فرق، بس صدقوني هو بيبقى منقسمين الاثنين، ناس جامده موت وناس مش مهم، يعني معني ربنا يجعل الكلام ده خفيف. ما علينا بس من كل ده، البت نسومه دي انتي جرائيه بتفيق، انتي جرائيه بتفيق، انتي جرائيه بتفيق، انتي جرائيه بتفيق. انا بجد اقسم بالله انا ببقى قاعده، انا ببقى عايزه اقوم اكسر التلفزيون ده، انا مش متعصب. معلنا من فنانه، الفنانه عسل، يعني عسل، نسمه، هي نسمه، هي مشكله في نسمه. انتي يا بت الشخصيه دي بجد مش مكتوبه بحبر، دي مكتوبه بغطيانه وقله اصل، مكتوبه بزناخه، مكتوبه بقله ربايه. بجد انا مخضوضه، انا مش عارف، انا بجد انا مسلسل عاجبني موت، عاجبني قوي، بين تصور وحاجات ايه لابت ايه من لف
بجد انا مبسوطه. بس الفكره هو تقريبا عيبه الوحيد ان هو 15 حلقه ولا مش 15 حلقه، هو 15 حلقه. I love it. رمضان في بروكسل حاجه تانية. ريحة الوافل والله العظيم تضرب في النافوخ. بس يا رب خطاب يكون عامل ورقة هنا. صحيح بعثنا النهاردة علشانك كنت جاي متأخر. أوريجي ده؟ أوريجي؟ سلام عليكم. موصلة موصلة. يعني بص الفرق بيننا وبينهم، احنا في المطرية عاملين فطار جماعي ونحط كوبايات زي دي بس فيها تمر ولبن وبتاعه. ما نسيب منك انت وهو يا شيخ. وناس قاعدين بيفطروا بيشربوا سجاير ولا اللذين. والله المطرية برقبتكم. وصلنا بروكسل. ما جايين بلجيكا ليه؟ هتعرفوا في اخر الفيديو. بس احنا دلوقتي موجودين في جراند بالاس او الميدان الكبير، اشهر مكان موجود في بروكسل. المباني كلها في المكان ده زي ما انت شايف كده متطعمة بالذهب ومبنية من القرن السبعتاشر، وعلشان كده دخلت تبع منظمة اليونسكو سنة 98 انها من اهم الاماكن السياحية التاريخية اللي موجودة في بلجيكا وفي اوروبا كلها. والمكان ده في حاجة من اشهر معالم بروكسل واللي احنا هنروح نشوفها دلوقتي. بقول لك بقى حكاية التمثال ده، اللي بيلمسه بياخد منه بركة، بيجي له رزق كبير وفلوس كتير قوي. عشان كده بص الناس كلها بتعمل كده. طبعا ده تخلف، يعني لو انت ايه يعني تلمس تمثال ولا بتاع ويقول لك هيجي لك خير كتير وهيجي لك فلوس كتير. لا كل ده تخلف يا جماعه، تخلف فلوس فلوس تخلف. محدش يصدق الكلام ده اكيد. لا يعني يا بركات سيدي ده عليه. طيب اقول لك نبذه بسيطه كده عن بلجيكا. بلجيكا هي حته بقعه قد كده ما بين هولندا وفرنسا، اوكي؟ بس البقعه دي هي عاصمة الاتحاد الاوروبي، المقر الرئيسي للاتحاد الاوروبي موجود هنا في بلجيكا. حاجة تانية، بلجيكا مشهورة بحاجة من اشهر واغلى سلع العالم وهي الالماز. الحاجة التالتة ان هي مشهورة بصناعة الوافل. عايزك تعد معايا هنشوف كم محل بتاع وافل في الحتة اللي احنا فيها دي. بس انا تقريبا ده الرابع محل بتاع وافل نقابله في محيط 200 متر مثلا. ان صاحبك بقى مانكن فيس، ده مانكن فيس وده دي جينك فيس. ما نسيب منك انت وهو يا شيخ. وناس قاعدين بيفطروا بيشربوا سجاير ولا اللذين. قاعد عاملين زينة رمضان هنا. بص كل سنة طيبين. طيب على السريع كده، احنا ليه دخلنا المحل ده بالذات؟ لان ده الاصل بتاع اللوتس، كسكوت اللوتس اللي هو بكيس احمر، هو اصلا بلجيكي معمول هنا. والمحل ده من سنة 1829 بيعمل لوتس بس. الكسكوتة دي هي اصلا اساس اللوتس، يعني هو ده اللوتس القديم قبل ما يجددوه ويبقى معلب وكذا، يتعمل هنا. كان اصلا البسكويت اللوتس ده كان بسكويت العيد بتاعهم، يعني عارفين انت في العيد انت بتاكل بسكويت وكحك. هو هنا بياكلوا في العيد بتاعهم. سنة طيبين خلاص بقى على العيد كام يوم، فبسكوت العيد بقى كل سنة طيبين. ماله العبد اثر معانا في حاجه يا اخي؟ اطلع بره مو اطلع بره يا اخي. لك لوتس لوتس ايه يا عم، احنا اللهم اني صايم. طيب بقى لنا مكان واحد بس في بروكسل هنروحه دلوقتي، بعد كده هنطلع من بروكسل نروح على بلد ثانيه اللي احنا اصلا جايين بلجيكا علشانها. اخر حاجه في بلجيكا عشان باقي ساعه ونص على الفطار وهموت من الجوع. فبص بقى معلم يا عم انجز. طب خلاص حاضر هنجز. الاوتوميوم ده اتبنى سنه 58. ليه بقى اتبنى؟ عشان الاكسبو، معرض الاكسبو اللي دلوقتي بيتعمل في دبي واتعمل في باريس وكذا. اللي هيجنني ان ده كان معمول بشكل مؤقت، يعني كان معمول حاجه كده تمشي الدنيا سنه 58، معمول بالعظمه دي. وبعدها لقوا ان الناس بتتصور معاه وبقى هو النجم. الاكسبو خلص وهو كمل لحد 2023. والكور اللي فيه دي كل حاجه فيه حاجه، واحده منهم معموله مكتبه، واحده تانية معموله قاعه مؤتمرات، واحده منهم معموله مطعم. مش عارف بقى اذا كان في المطعم ده عاملين وافل ولا ايه النظام. بس كده بروكسل خلصت، بس الفيديو لسه ما خلصش. احنا بقى جايين بلجيكا ليه؟
تعالوا نشوف. لان احنا جايين علشان هنفطر فطار مصري هنا في بلجيكا. قامت من الجوع. رمضان في بلجيكا. اللمة فوق احلى.